هل المستحيل مخلوق من خلق الله؟ سؤال آخر، هل رأيتم المستحيل بالعين المجردة؟ طيب مين خلق المستحيل هذا؟ مين اللي خلاه في وجيه ناس كثير؟ مين خلقه ولبسه فقدان الأمل؟ مين أول شخص استخدمه؟ وليش سماه مستحيل؟ عندك تساؤل وفضول وأنا بجاوبك عليه ورح أرضي فضولك. المستحيل يا عزيزي هو التوقف عن الوصول لشيء وعدم الاستمرارية في المثابرة. دامك توقفت عن المحاولة اعرف أنك راح تهدم على نفسك من جديد. دامك توقفت عن المحاولة اعرف أنك قاعد تفقد أملك في حلمك. قاعد توصل للمستحيل، قاعد تخلي المستحيل يتجرأ عليك، قاعد تخلي المستحيل صديقك، قاعد تخلي المستحيل واحد من أهلك. إذن المستحيل كلمة من صنع الإنسان، ما في شيء مستحيل ما دمنا مؤمنين وداخلنا أمل ومستمرين بالمحاولة. كل ما اخترعناها قادرين إننا نمحيها.